أعطى بس خليني أجيب لك كم لون. عم ببدأ على رسم على الخشبية، بتجي البداية عن طريق قلم الرصاص، وبعدها تجي مرحلة التلوين بالألوان الزيتية أو ألوان الإكروليك. حتى مرة صبية جابت لي قوقعة، صدفة بحرية جاي تهدية، عم تقلي إنه ما فيها تعمل ستاند خطوبة، وضعهم المادي تعبان، فرسمنا لها كمان عليها رمزيات خطبة، صدقا كانت مميزة كتير. العمل بالفن التشكيلي بعد الأحداث وأوضاع البلد اللي صارت، متذوقي الفن عزفوا عن هذا الطلب، يعني مو كليا لكن فينا نقول لدرجة كبيرة شوي، فاضطرينا نروح لمنحة آخر، هو منحة الأعمال اليدوية اللي هي تعتبر قريبة من الفن التشكيلي، قريبة من الرسم، هي عبارة عن أعمال يدوية. موهبة الرسم منذ نعومة أظفاري، من طفولتي أرسم. بدأت اللي اكتشفوني هي المعلمة بداية من الصف الأول، وأمي كانت كمان دائما تلاحظ أنه هالموهبة عندي، أنه رسماتي دائما مميزة ومختلفة عن رسمات الأولاد اللي بعمري أو البنات اللي من عمري. فدائما أمي تشجعني، دائما تتفرج وتكون دائما متعجبة برسماتي وعاجبتها كتير وشجعتني. بس كان عندي حلم وأمل أني كمل دراستي بهذا المجال وتكون دراسة أكاديمية، لكن ما تسنت لي الفرصة. درست بكالوريا، التهيت بالدراسة، بعدين تزوجت. الزواج كمان خلاني التهي عن الرسم إلى فترات يعني لا بأس فيها. بعد رجعت صقلت مهاراتي. بالنسبة لأنواع الرسم، أرسم كل أنواع الرسم، أرسم رسم الجداريات اللي تجي باللون، بالألوان المائية، بالألوان الإكروليك، بالألوان الزيتية، أيضا على ورق الكانسون بورتري، وهناك لوحات أيضا على قماش الكانفوس، يجي يا أما بالإكروليك أو بالزيتي، بالألوان الزيتية أو بالمائية، بالألوان المائية. ضمن الحرفيات اللي عم نعمل فيها هي عبارة عن رسم الرمزيات على جذوع الأشجار أو على الخشبيات. كنت أشتغل ضمن البيت سابقا، وهلأ صار لي تقريبا حوالي سنة أو أقل شوي فاتحة المحل هون. مو كل الأدوات موجودة، لذلك عم نتعذب كتير أحيانا ونعاني بالحصول على هذه المواد، فأحيانا عم نضطر أنه نستعين ببعض المدن المجاورة أو بعض الدول المجاورة في بعض الأحيان. كتير كتير يعني يلزمنا مواد أولية مو متوفرة، مو موجودة عنا هون. هلأ بداية وقت اللي فتحت المحل كان في استغراب من الناس اللي حوالينا، انه كيف يعني فتيات او نساء فتحوا محلات وصاروا يشتغلوا فيها. كانت اهدافنا هي انه نحسن من اسلوبنا المعيشي، ما بدنا شيء من حدا، بدنا نحسن من اسلوبنا المعيشي حتى ونساعد بعض الاشخاص، بعض الفتيات اللي هن بحاجة للعمل. كانوا معنا عدة صبايا يشتغلوا، نفيدهم وهن يفيدونا. موهبة الرسم يمكن خلقت معي، وأنا ما وقفت أبدا. أنا بحس إنه في داخلي طاقات كمينة كافية إنه تخليني أعمل بإيدي، ما أستنى حدا. صراحة الحرب إجمالا أثرت علي، وقفت الرسم، وقفت عملي كليا بهذا المجالات.
اضطريت اني اتبع بس الاساسيات بحياتي، وهي انه يعني صراحه انه بس نحصل نقدر نعيش. انا من اول المشجعات للنساء انه بقول للسيدات كوني معطاءة، لا تكوني عالي على حدا. اي سيده عندها موهبه عندها قدرات لا تخفي قدراتها، تحاول انه تطلعها، لانه المجتمع بحاجه الى اسرتها، بحاجه الى ما تكون عالي على الطرف الاخر، هي اللي تفيد الطرف الاخر. لانه بالحقيقه بهذا الوضع دخل رب الاسره او معيل الاسره ما عم يكفي، لذلك لازم تكون هي معيله لزوجها ولاولادها، وتساعد بإدارة البيت باقتصاد البيت وتقديم المساعدة اللي تقدر عليها، وما تخبي أبدا موهبتها، ما تخبيها أبدا. العبرة اللي أخذتها أنه أنا كامرأة شرقية أو كل امرأة، أنتي وأنا وأنتي وأنتي كل واحدة، أنتي قوية، ست قوية، فيكي تشتغلي كل شيء، فيكي تشتغلي كل شيء. أنا كنت متخيلة حالي أنه أنا بس بنت لازم أكون دارسة متعلمة رسامة، فاكتشفت غير هيك. معي تقريبا 3 أيام. أكثر شيء بحب رسم الارتيكس.